بكل تأكيد اتغيرت، بكل تأكيد اتطورت سواء للأمام أو للخلف، بكل تأكيد الأحداث اللي حصلت واللي أنا عايشتها واللي أنا شاركت في صنعها أكيد أثرت في وجداني وأكيد أثرت في طريقة تفكيري. كل التغيرات دي هي إيه بالظبط أنا ما أقدرش أعرفها، أنا ما أقدرش حتى أحط إيدي عليها، فأنا بشتغل هعمل الفيلم ده وهبصله زيك بالظبط واشوف هل خالد يوسف اتغير ولا هو زي ما هو. الفيلم اسمه كارما عشان بطلة الفيلم طفلة اسمها كارما، وبالفعل هو بيتكلم على قانون كارما اللي هو ملخصه كما تدين تدان، ان ليس حقيقيا ان الثواب والعقاب هو عبارة عن الجنة والنار فقط في الآخرة، ولكنه سعادة وشقاء في الدنيا. فالفيلم بيتكلم المنظور ده، مش منظور فلسفي بالمعنى المعروف، ولكن اكيد في عمق ما بطرحه في الفيلم من خلال هذا الصراع اللي موجود على الأرض. الفنانين اللي أنا اشتغلت معهم قبل كده لو ملائمين للدور وبيننا تفاهم شديد وأنا مؤمن بموهبتهم وملائمين للدور أكيد هختارهم تاني. عمرو سعد واحد من الفنانين الكبار كموهبة، وفي ذات الوقت هو واحد من الناس اللي أنا بستفيد منه جدا لما بتناقش معاه، يعني بتناقش معاه على الدراما فينقد لي الدراما اللي أنا كاتبها أحسن من أي ناقد، وبالتالي أنا بحب أشتغل مع عمرو سعد وبحب أشتغل مع كل الفنانين اللي أنا اشتغلت معهم قبل كده. الفيلم بإذن الله يعني ما أقدرش أحدد لك عرضه حالا لأن لسه هنبدأ التصوير بكرة، فما أقدرش أحدد العرض بتاعه، يعني ما يخلص هبدأ أحدد العرض. لكن هقول للجمهور هو فيلم بتمنى أنه يعجبكم، هبذل فيه كل الجهد اللازم احتراما لوقتكم والساعتين اللي أنتوا هتدوهم لي من عمركم لما تشوفوا الفيلم، وبتمنى أكون على قد الساعتين دي.